هنتقل من اللقطه دي للقطه الصوره اللي كانت نازله من شويه. الصوره اللي كانت نازله من شويه دي، هذه هي كره القدم. هؤلاء هم لاعبوا النادي الاهلي ولاعبوا نادي الزمالك. محمد الشناوي هذا الحارس الرائع الكبير، وحمدي الونش واحد من افضل اللاعبين اللي موجودين في مصر حاليا في مكانه، الاثنين موجودين مع بعض، والاثنين اللقطه اللي قدام حضراتكم دي هي دي الاساس اللي احنا بنشتغل عليه، وهو ده دايما اللي احنا بنطالب بيه. المنظر اللي حضراتكم شايفينه واللقطه اللي حضراتكم شايفينها، الونش فرحان ومبسوط بتاهل مصر. راح لمين؟ راح للشناوي. هو الونش ده بيلعب فين؟ مش بيلعب في نادي الزمالك؟ هو الشناوي ده بيلعب فين؟ مش في النادي الاهلي؟ ولكن هي دي اللقطه اللي احنا عايزين نشتغل عليها، هو ده الاسلوب اللي احنا عايزين نتكلم بيه، وهو ده الطريقه اللي احنا دايما بنتبعها خلال هذه الفتره، لان هم دول القطبين الكبيرين اللي موجودين. النادي الاهلي طبعا هو القطب الاول، وده كلام برضو مش لمجرد ان انا بقول كلام وخلاص، ولكن بالارقام دائما الكلام لما بنيجي نتكلم مع حضراتكم فيه بيكون بالارقام. فعشان كده بفضل حضراتكم لما تيجي تتكلموا للناس، طبعا هم بعض من لا يشجع النادي الاهلي، من فضل حضراتكم لما تيجي تكلمه خدوا بالكم من الكلام، خدوا بالكم ان في ناس واقفه تجيب الارقام اللي نقدر نقول ان انتوا بتقولوا اي كلام وكذب. بتقول كذب حضرتك، مش بتقول وجهه نظر فنيه، حضرتك بتكذب. فالكذب حرام، الكذب حرام، فما ينفعش ان انت تكذب. علشان لا، هنقول لك بالارقام ان محمد الشناوي ده افضل حارس مرمى في مصر، وافضل حارس مرمى في افريقيا، وافضل حارس مرمى في الوطن العربي. النهارده كل الصحف الاستراليه وحتى المدير الفني الاسترالي بعد المباراه قال لك يعني وجود محمد الشناوي، قال لك انا كل ما اجي افرح واحس ان الكره داخله جون بلاقي محمد الشناوي طالع وبيطلع الكره، وبالتالي هو حارس مرمى كبير جدا وعايزينه يلعب في اوروبا. يعني هم بيتكلموا ان هم عايزينه يلعب في اوروبا، او مكانه ان هو يلعب في اوروبا، لكن هو هيعرف بعد كده ان النادي الاهلي ده كانك بتلعب في اوروبا، لان احنا الحمد لله النادي الاهلي يمتلك جماهيريه كبيره جدا، وجماهيري وجمهور واعي جدا ومحترم جدا، وعارف ان هو خلال هذه الفتره ان احنا عندنا حارس مرمى هو قائد. ممكن يغلط على فكره زي ما حصل في مباراه بيراميدز، يغلط مفيش مشكله، ما عندناش مشكله ان هو يغلط، ولكن بيعرف يحاسب نفسه وبيعرف يقف، وبيعرف يقف قدام المرايه كده ويقول ان انا غلطت في الكره دي، غلطت عشان 1 2 3، وعايز اصلح 1 2 3. هذا هو الفارق بين محمد الشناوي الحارس القائد، الحارس البطل، الحارس الكبير. ربنا يكرمه ان شاء الله في المباراه القادمه.